تتعادل معاه. لا ثانية واحدة احنا بنستعد للصوت. اشكركم اشكر اللعيبة. الصورة الثانية يا اسم الكاب. الصورة الثانية يا ريت اللعيبة ايه يا كباتن خليكم معايا بعد اذنكم يا كابتن. الصوت بس الثانية يا رب. على المستوى الشخصي بقول طبعا الحمد لله هي البطوله رقم 6 ليا كمدير فني مع النادي الاهلي، وبنفس الوقت بتديني ان انا اكون منفرد كاكثر مدير مصري او مدير فني مصري حصل على البطولات، فاكيد دي طبعا بتبقى ليها طبعا برضو احساس خاص. يعني لعيبه استحملت في اوقات صعبه جدا جدا كتير جدا جدا من الصعوبات والحاجات اللي كانت ممكن يبقى لها تاثير سلبي، لكن الحمد لله رب العالمين بشخصيه اللعيبه وقدرتهم على التعامل مع المواقف قدرت انها تعدي. ده دايما براهن على شخصيه اللعيبه وخبراتهم الحمد لله رب العالمين. واحده من الاهداف الاساسيه اتحققت، لكن لسه كمان عندنا افريقيا وعندنا كاس مصر باذن الله.